هي ربما غادي يدير هذا هو ملي واحد المشروع كيجيني من الجهه ولا كيجيني من الاماره خصني نصفق ليه حنا كمنتخب. طبعا ما نبغيوش يكون ما نبغيوش زعما نبغيو يكون في ليفر في المستوى ديالو ما نبغيوش يكون شويه لان اصلا غادي يضرنا. انا السيد الرئيس خصنا نرجع لهذا الشيء ديال التواصل الاجتماعي. السيد الرئيس نتا واحد الفوص لانه ما يمكنش لي انا عضو في مجلس العماله او انجينيور في مجلس العماله او في الجهه ونجيب مشروع ونصرح ليه والسيد العامل كذا ونجي واحد طايش ما صاب ما يدير يبقى يكتب له واحد البيسره اي خاسره ماشي مشكل. عندك المنتخب ديالك عندك كذا نتواصلوا بيننا ونديروا. بالنسبه انا هذا دابا في العمالات وهذا خصوصا في الجهه وهذا تيقول لك احنا السوق نبغي نخدموا ولكن مع الاسف حيت هذاك السيد اللي مثلا كتب ما عارف هو امي ما تيكتب ما تيقرا واحد من المجلس ما يوصلها لي قال لي كتب او عطاه تصور هذه نتمنى الدائره خصها سويد الرئيس سويد السيد الرئيس هذوك الناس جابوا مشاريع اي الا كانوا عندنا مهندس ديالنا عندنا تقنيين ديالنا الا كانوا هذه المشاريع ما صالحاش نكتبوا لهم هذا يفتح قوس الرئيس ندوز هذه المشكلات. انا كنشكر على التدخل الايجابي في هذا والقطاعات الوصيه الاخرى بحال وزاره الجيش تبارك الله هاد لابيست هاد الطريق دابا اللي دايز هاد الانسيس راه شي حاجه امبيكابل صراحه ومازال عطيقي على مستوى الجهه والعمل. انا اليوم السيد الرئيس في قطاع الماء بامار احنا غادي مزيان عندنا داك الاكراه السيد الرئيس ديال الكهرباء نتمنى انكم تواصلوا مع السيد رئيس الجهه على اساس ان يفضل هذاك المشروع اللي عندنا تقريبا واحد 600 مليون على ما كنظن 600 مليون سنتيم اللي اصلا راه باقا واش باقا واش ما باقاش. وانا كنطرح واحد السؤال كيفاش ان يعني الماء جا من وراه دابا تنفذ وجاي مارشي اخر غادي يجي ولا غير ذلك. القضيه ديالنا اننا نخرجوا من هذه النمطيه ديال الناس باغيه التنميه باغيه تخدم باغيه هذا يديروا حنا مكرهين على اساس اننا نحطوا لهم نحطوا هذه المسالك وكذا والى غير ذلك باش يصوتوا علينا باش يكونوا فاهمين بيناتنا. نتمنى السيد الرئيس ان نكونوا خلال هذه الولايه ان شاء الله وتنظن بان هذه الولايه ان شاء الله غنخرجوا من هذا الطرقان ونخرجوا من الماء والضوء ونتمنى ان يجي شي بلون داميناجمون اللي يكون في يكون زعما صالحنا على اساس ان تكون مشاريع ديال التنميه. هذا ما نتمناه وين وزينات حنا وبغينا كذا وبغينا ديال التنميه راه الشر. وشكرا السيد الرئيس. فيما يخص الارض واخا والنقاش بالنسبه للمشاريع ولا الصفقات عندها ناسها عندها السي بي اس ديالها عندها مكاتب ديال التتبع عندها لا ديوري ديالها عندها الوقت ديالها. راه كاين مشروع كيبدا عنده عام ديال ليكزيكيسيون الناس الله يجعل اللي بغى يدير شي حاجه يديرها كل واحد كيتحمل المسؤوليه ديالو. حنا ما نجيش شي واحد جاتو الشتاء حبس ما بقاش باغي يخدم الطريق لانه تو عنده لي ديبونس غيجي من ورا الشتاء ونبقاو نتابعو ونقولوا له واش حنا الطريق غتبدا اليوم التالي غدا. كاينين الناس اللي عندهم واحد مده ديال الاشغال اللي هي الاشكال اللي وقع هاد السنه هو بان اي شركه بحال مثلا نعطيو على سبيل الذكر الجهه عندها يعني بروجي على حساب الجهه دير واحد كذا الناس كيسحب بان هذيك الطريق هي اللي كاينه هو كيكون شاد ثلاثه البيستات ولا اربعه ولا خمسه ولا 10 راه معلق بالمسائل ديالو الله يحسن العون كل واحد تيقلب على هذا كيلصق المسائل ديالو الوقت اللي كيسالي المده راه عنده ناس اللي كيتبعوه كاين لجان ديال التتبع كاين مكاتب ديال التتبع ما يمكنش حنا الاشكال ديالنا هو الى الطريق بدات اليوم خاصها تسالي غدا راه ما يمكنش هادشي راه ما يمكنش كاين بروسيدير كاين امور اخرى. حنا بالنسبه لنا الاشتغال ديال المجلس هو اشتغال جاد لدرجه بان حنا عندنا اعتمادات اخرى اللي هي اعتمادات حره صافيه متبقيه من انتهاء الصفقه اللي درنا لها لي ديمينيسيون وحنا حاليا غندوزها في الدوره ديال شهر خمسه. حنا اشتغلنا على الدوره واشتغلنا على الدوره المقبله في اطار يعني تصفيه الاعتمادات الحره الصافيه من الصفقات ديال السنه الماضيه. الوتيره ديال الاشتغال ديال المجلس فهي مرتفعه رغم كاين الخصائص ديال الاطر الاداريه كاين احيانا الاطر الاداريه الحمد لله تستجيب للطلبات ديالنا كنشتغلوا احيانا السبت والحد لان هذا الشيء ديال لي ديمينيسيون وراه الاخوان حنا كاملين كنعرفوا هذا كاين لي ديمينيسيون كيبقاو عامين حنا لي ديمينيسيون ديال ذاك العام كيدوز ذاك العام يعني لي ديمينيسيون يعني الاعتمادات الحره الصافيه ديال الصفقه ديال السنه الماضيه اللي انتهت فغنطيحوها في الميزانيه الحره يعني في هذا اللي غتوصل تقريبا واحد 2 مليون ديال الدرهم. يعني الوتيره ديال الاشتغال ديال الموظفين اريد ان اشكر من هذا المنبر وكنشتغلوا وتيستجبوا للطلبات ديالنا وتيستجبوا وفق الاوامر الاداريه اللي كاينه الحمد لله وكل شيء كيشتغل وفق القوانين الجاري بالعمل. كاين شويه ديال واحد شويه ديال ليكسي في الاشتغال لكن هذه بالنسبه للاخوان بالنسبه للمسالك
لان السنه الاولى كيكون فيها شي شويه ديال هذا، ولكن السنه الماضيه السنه هذه غيكون التعميم ديال الاخوان اللي ما وصلوهمش المسالك، لان البدايه لا السنه الماضيه تم البدايه ديال الاشغال ديال الطرقات، هذه السنه الماضيه ستستوفي الجميع الدواوير اللي هما ما وصلاتهمش يعني المسالك، لان الشساعه ديال المنطقه ضروري غادي تبدا، الا بديتي ضروري ما تكملش كل شيء، خصك واحد الهامش ديال الوقت، خصك واحد الوقت اللي كذا، لان ما يمكنش راه كنلقاو حنايا يعني هنا وهكا كاين اللي ما غاشقاشلو على شي حاجه هي، ولكن راه ما يمكنش عندك واحد البيجي خصك دوزو وفق برنامج عمل ديالك انت والبي بي بي ديال العماله وديال الجهه، فالحمد لله نتمنوا هذه السنه ان شاء الله نكون وصلنا المسالك الغالبيه المسالك الاساسيه اللي هي شرايين ديال التنميه ديال المنطقه بدون اي، الحمد لله هذا برنامج عمل ديال الجماعه اللي هو ولا ملزم، وبرنامج عمل ديال العماله اللي هو ملزم، وكذلك ديال الجهه اللي هو ملزم، وغيوقع التقاطعات فيما بينهم، وسنصل للمفترى ان شاء الله. وشكرا الاخوه الكرام. سويت.